يا ترى عندنا فكره ايه هو الديجيتال سمايل ديزاين، وازاي الديجيتال سمايل ديزاين ممكن نستخدمه عشان نعمل بيه الهوليوود سمايل والحاجات التجميليه في الاستاتيك زون عندنا من قدام في اسناننا، ازاي ممكن نستخدمه ان احنا نوري للمريض الشكل النهائي بتاع التركيبات اللي عاوز يعملها في اسنانه فروم دي وان هو قاعد فيه عندنا قبل نبدا الشغل الحقيقي في اسنانه. يا ترى كمان عندنا فكره واعتقاد، هل ممكن لو السنه خسرنا منها جزء كبير قوي وصل لما يكونش فاضل منها غير مجرد جدر كويس، هل ممكن الجدر ده نرجع نستخدمه ونشتغل عليه بطريقه بروفيشنال بطريقه اكاديميك ونبني عليه سنه كامله من تاني تكون جميله قوي ومتينه وما تفرقش عن سنه الطبيعيه؟ ولو خسرنا السنه بقى غصب عننا خالص او سنه كانت مفقوده اوريدي، يا ترى ايه احسن حاجه ممكن نعملها؟ هل نعمل بريدج كوبري نتثبت على الاسنان اللي جنبيه ولا الامبلانت هو الحل الافضل والامثل؟ كل الاجابات على الاسئله دي ان شاء الله تكونوا معانا في حلقه برنامج صحتك على سي تي في، تعرفوا كل الاجابات على الاسئله بتاعتنا.